شرحنا المرة الماضية الفارماكوكايناتيك، وحكينا الكايناتيك هي حركية الدواء، وهي عبارة عن تأثير الجسم على الدواء effect of the body on the drug. وحكينا مختصر الكايناتيك أربع حروف أدمي، وهي عبارة عن الأربع عمليات اللي الجسم بيقوم فيها بتأثيره على الدواء، اللي هي الامتصاص الابزوربشن والديستريبيوشن التوزيع والميتابوليزم الايض والاليمينيشن او الاكسكريشن اللي هي الطرح. وشرحنا بالجزء السابق اللي هو ايش الابزوربشن كامل، اليوم رح نكمل اللي هو شرح الديستريبيوشن اللي هو توزيع الدواء في الجسم. مين اللي بده يوزع الدواء بالجسم؟ اكيد الدم. الدم هو الناقل اللي بيشيل الدواء وبيلف فيه وبيوزعه على كامل خلايا أو كامل جسم الإنسان. إذا نيجي للتعريف، مطلوب طبعا بنحط بوكس هيك على الديستريبيوشن، وبحفظ التعريف الرئيسي لإلها اللي هي blood starts distribution، يبدأ توزيع الدواء بعد ما إيش يصير عملية الأبزوربشن. دائما بالأول امتصاص، بعدين distribution absorption، بعديها على طول ببلش الديستريبيوشن. إذا حددنا تعريف الديستريبيوشن. نيجي هلأ بحكي لنا إنه في عنا عوامل factors that the absorption depends upon. إيش هي العوامل اللي بتأثر على الامتصاص تاع الدواء، وبالتالي قديش الكمية اللي حتوصل من الدواء للدم وتتوزع؟ أول واحد من هدول العوامل اللي هي الphysical and chemical properties، الخصائص الفيزيائية والكيميائية. ويمس من نضل متذكرين لما أحكي لك physical and chemical properties يعني خصائص الدواء الفيزيائية والكيميائية، يعني زي كأني بحكي لك شخصية الدواء. كيف إحنا لما نقول مثلا أوصف فلان، شو شخصية فلان؟ بتعطيني الخصائص تاعته، طويل، أسمر، بيدرس صيدلة، هيك. فلما بحكي physical and chemical properties of the drug، هاي خصائص أو شخصية الدواء. معطيك بين قوسين المولكيولر ويت، وزنه الجزيئي، degree of ionization درجة التأين تاع الدواء، والdistribution coefficient معامل التوزيع تاعته. شو يعني معامل التوزيع هون؟ بدنا ناخد هيك لمحة عامة انه اي دواء يمس بده يدخل على الجسم ويعمل تأثير بده يكون بوجهين. ايش يعني بوجهين؟ يعني مرة يحب المي اكتر، مرة يحب الليبيد اكتر، لانه احنا طبيعة تركيب جسمنا دهني ومائي. بين الخلايا وجوه الخلايا في مي، بينما الغشاء الخلوي أو غشاء الخلايا ممكن يكون إيش؟ دهني. فلهيك لازم يكون الدواء يعطي الوجهين. رقم 2 blood supply to the tissue، التدفق الدموي لنسيج معين. كل ما كان التدفق الدموي أكتر، كل ما كان توزيع الدواء لهذه المنطقة أسرع، صح؟ يعني لما بتوصل كمية دم قليلة أكيد توزيع الدواء لهذه المنطقة قليلة، أما لو كمية الدواء أو التدفق الدموي للمنطقة هاي عالية، معناته التوزيع رح يكون سريع والكمية اللي هتوصل أعلى. طيب هون أول شيء بنحط خط physical and chemical properties، هون blood supply، تمام، ودائرة كل ما كان larger كل ما كان faster. ورقم 3 combination with the proteins، هون بحط خط على ارتباط الدواء بالبروتينات اللي موجودة بالدم، وأهم بروتين موجود بالدم هو الألبومين. and this affects the distribution of drug، هذا الحكي بيأثر على توزيع الدواء. شوفوا يا مس، هلأ عشان إحنا نفهم إيش يعني البروتين binding، الدواء لما يصير له امتصاص ويدخل على مجرى الدم، ممكن الدواء يضله كجزء كيميائي، يعني حر، دواء جزء كيميائي حر عم يمشي بالدم، ومتى ما يصح له فرصة بيطلع من مجرى الدم بيخترق اللي هو الجدار تاع الأوعية الدموية ويدخل على الخلايا. وأحيانا هذا جزء الدواء بيكون بيحب يرتبط. طب بيرتبط بمين؟ بيرتبط ببروتين موجود بالدم اسمه الألبومين، هون بحط عليه دائرة. طيب لما بيرتبط بالألبومين شو بصير؟ بصير حجم الجزء كبير، يعني هو صار حجم الدواء زائد حجم الألبومين، هدول الاثنين لما بيرتبطوا مع بعض بيعملوا إشي اسمه كومبلكس. كومبلكس يعني مركب كبير.
طيب المركب لما يكون كبير بالحجم بصير انتقاله أصعب، لهيك بصير هذا الدواء الجزيء هذا اللي ارتبط ببروتين الدم بصير زي كأنه محجوز جوا الوعاء الدموي، ممنوع يغادر الوعاء الدموي لأنه تقيل كبير، أوكي؟ فبضله قاعد بالدم لفترة معينة لحتى يرجع يكسر ويترك هذا البروتين، ساعتها بيرجع هذا الجزيء تاع الدواء جزيء حر سهل في الحركة والانتقال لمين؟ للخلايا وللأنسجة. إذا شوفوا هون this will be complex، ارتباط البروتين مع الدواء بيعمل لي بروتين دراج كومبلكس، معقد مكون من الدواء والبروتين مع بعض. لما هذا المعقد يتكون if the drug gets less in the bloodstream for any reason then the complex will compensate the decrease in the active drug which is in free state. بحط خط تحت كلمة free state وخطين تحت كلمة complex. هون بدك تعرف انه الدواء بالدم بينوجد على شكلين، الشكل الحر والشكل المعقد اللي مرتبط ببروتين الألبومين. طيب لما يقل تركيز الفري ستيت شو رح يصير؟ رح يرجع هذا المعقد يكسر ويتحول الدواء لفري مرة تانية، فزي كأنه هون صار زي مخزن مؤقت للدواء، عبال ما يقل تركيز الفري دراجز بيرجع الكومبلكس بيعوض مكانهم. يعني بصيغة أخرى زي كأنه بيربط لي جزيئات الدواء مع البروتين وبيخزنه بمستودع الدم لحتى تخلص الجزيئات الحرة، ببلش شوي شوي يكسر الجزيئات المرتبطة بالبروتين ويحررها لحتى تعمل مفعول، وبالتالي هون إيش بتكون النتيجة؟ الدواء بتكون فترة فعاليته أطول. Goals or purposes of the binding drug with the protein. ليش بيرتبط الدواء مع البروتين يا مس؟ شو هي الأهداف؟ ليش؟ شو السبب؟ ممكن يكون الارتباط هذا بهدف لترانسبورت، يعني نقل الدواء. Transport of drugs is not soluble in water، اللي بتكون أصلا مش دايبة بالماء. Such as steroid hormones and vitamins which soluble in oil. بتكون هاي المركبات ما بتدوب بالماء وبتدوب بالزيت وبدنا إياها تنتقل. معطيك مثال عليها اللي هي الستيرويد هرمونز والفيتامينات. Increase the average of absorption، ممكن هاي المعقدات اللي بتتكون بين البروتين والدواء ترفع من معدل الامتصاص، بالذات لمين؟ الأدوية that are، بحط خطين، ionizable in the GIT، الأدوية اللي بتكون متأينة داخل القناة الهضمية بيرتفع معدل امتصاصها. The concentration of drugs in the blood stream is decreased when they are bound to proteins. And then there would be a difference in the concentration. So it will be distributed in faster way. بحكي لنا هون تركيز الأدوية بمجرى الدم رح يقل. متى؟ When they are bound to proteins، لما عم يرتبطوا بالبروتينات. يعني أنا أعطيتك 10 جزيئات من دواء، 7 منهم ارتبطوا بالبروتين، معناته اللي فعليا فري رح يعملوا المفعول المطلوب منهم كم عددهم؟ 3. انت أعطيت 10 كاملين، 7 ارتبطوا وثلاثة حيضلوا بمجرى الدم، معناته فعليا الكمية أو تركيز الدواء الحقيقي اللي توفر بأنه يشتغل ويوصل لمكان شغله صار إيش؟ قليل، decreased. فبالتالي هون بحكي لك and then there would be a difference in the concentration، وبالتالي رح يصير في عنا فرق بالتركيز، وكل ما كان الفرق هذا أكبر كل ما كان توزيع الدواء هذا أسرع. To get an even distribution of the drug inside the body، طبعاً برضو ممكن يكون يعطينا توزيع أحسن للدواء داخل الجسم. The free part of the drug، الجزء الحر، subjected exposed to the metabolism، الجزء الحر من الدواء يمس هو اللي رح يكون معرض إنه يصير له عمليات أيض ويتأيض وينطرح برا الجسم and excretion. And for that reason، ولهذا السبب، the bound drug with the protein، الجزء
الدواء المرتبط مع البروتينات قلت لكم راح يكون زي المخزن. Will increase of its activity، راح يزيد من فعالية الدواء. إنه لو الجزء الحر اتأيض وطلع برا الجسم، في عندي جزيئات مخبية بالدم هتطلع وتعطي المفعول وتزيد من فعالية الدواء، حتى تزيد كمان من فترة فعالية الدواء. طيب بده هون يحكي لنا عن الـ methods of drug distribution، كيف هي، شو هي الطرق اللي بتساعد على توزيع الدواء. It's the membrane of the blood capillaries, placenta and blood brain barrier. يعني لما بده يوزع، لما بده يتوزع الدواء بالجسم بده يواجه بعد بعض الأغشية اللي لازم يخترقها ويعبر من خلالها عشان يتوزع بالمناطق اللي بعديها. طيب شو هي الأغشية؟ أول شيء بقول لك البلد كابيلاريز، الشعيرات الدموية يا مس. لازم الدواء يطلع من الشعيرات الدموية، من مجرى الدم، من جدار الشعيرات الدموية، ويخترق اللي هي إيش؟ الخلايا أو البلاسينتا. البلاسينتا اللي هي المشيمة. برضو مرات الأدوية بتخترق المشيمة تحت الأم وبتنتقل من الأم الحامل للجنين. And blood brain barrier اللي هي الغلاف اللي موجود حوالين الدماغ، برضو في بعض الأدوية لازم تخترق هذا الغشاء وتوصل للدماغ عشان تعمل المفعول المطلوب منها. وبالتالي توزيع الدواء معناه انه الدواء هذا بده يكون موجود داخل الدم وبشكله الحر، ويبلش يطلع من مكان ما هو موجود للأماكن الهدف. وشو ما كان الحاجز اللي موجود يكون له القدرة إنه يعبر من خلاله. كيف يعبر من خلاله؟ هاي طبعاً نحكي فيها بعدين. إذن distribution of the drug through the membranes depends on، ها هيها بحكي لك فعلياً توزع الدواء خلال هاي الأغشية أو مروره من خلالها حيعتمد على عدة عوامل. أول شيء دائماً يمس شخصية الدواء. لازم الدواء يكون زي ما بنحكيها هيك شخصيته مقنعة، يقدر يمر من خلال الأغشية هاي. كيف أنا حكيت لكم منافق مرات بيكون مرة بحب المي مرة بحب الدهن، كيف بيعطيني هدول الوجهين الدواء؟ حسب اختلاف الـ pH يمس. مرات الـ pH بتخلي الدواء يعطيك الوجه المتأين، وأي شيء متأين عليه شحنات معناته بحب المي. أو الـ pH بتخلي الدواء يعطيك الوجه الغير متأين الـ unionized. وطبعا إذا كان غير متأين ما عليه شحنات معناته بصير يحب مين؟ الزيت. فبهاي الطريقة أنا بحكي لكم الدواء بيكون له الوجهين، بيقدر يكون مقنع ويمشي مع الأمور اللي بتحتاج إنه يكون الهايدروفيلك محب للماء، أو يعطيني الوجه الثاني اللي هو الليبوفيلك. إذا the physical and chemical properties of the drug، الخصائص الفيزيائية والكيميائية للدواء بتحدد توزيعه، شخصية الدواء يعني زي ما شبهناها، and its molecular weight والوزن الجزيئي تاعه، and its solubility in water and oils وذائبيته سواء بالماء أو بالزيت. هذا أول عامل بيحدد لي توزيع الدواء. تاني عامل blood supply، التدفق الدموي. حكيت لكم كل ما بيكون في كمية دم واصلة لمكان معين أكتر، كل ما كان أكيد توزيع الدواء لهذا المكان أعلى وأسرع. ثالث عامل اللي هو الـ pH، وحكيت لكم الـ pH بتساعد الدواء إنه يعطيني إيش؟ الوجهين، إنه مرة يكون water soluble ومرة يكون oil soluble. طبعاً الـ pH حسب إذا هي alkaline or acidic drugs. طبعاً الـ pH بتغير وجه الدواء حسب إذا هو قاعدي أو حامضي، وحنشوفها برضو كيف بالتفصيل. Conditions of the drug which passes through blood capillaries. طيب شو الشروط هون؟ ايه بدنا نحكي عن الشروط الواجب توافرها بالدواء اللي بده يعبر من خلال الشعيرات الدموية. يعني عشان الدواء يقدر يطلع من جوا الدم من الشعيرات الدموية ويدخل على الخلايا، الدواء هذا شو لازمه شروط، شو لازمه تصريحات عشان يعني يفوت على، يطلع من الشعيرات الدموية يفوت على الخلايا. واحد، it should be أول شيء
water soluble and oil soluble. حكيت لكم حط خط، حطوا خط هون، لازم يكون بوجهين، بحب المي شخصيته مقنعة وبحب الزيت برضو، بيقنع هاد وبيقنع هاد عشان يعرف يتعامل معهم الاثنين، لأنه الاثنين الزيت والمي هما مكونات أساسية لجسم الإنسان. طلع هون، هون بحكي لك لو كان الدواء if it was completely oil، حطوا خطين تحت كلمة completely oil، لو كان الدواء بشكل كامل زيتي أو دهني، so soluble it will be stored، دائرة على كلمة stored، لو كان هو دهني بشكل كبير معناته رح يتخزن، رح يتخزن وين؟ بالأنسجة الدهنية اللي موجودة بجسم الإنسان. And if it was، إذا حطينا completely oil stored، دائرة على كلمة stored. And if it was ionizable، خط تحت كلمة ionizable، يعني قلت لكم إيش معنى ionizable، متأين يعني عليه شحنات موجبة وسالبة، ساعتها هون بحط دائرة على كلمة not stored، ما رح يتخزن. إحنا بنعرف يا مس إنه لما بناكل كتير بننصح، بننصح يعني صار في تخزين للدهون بجسمنا. فإذا الدواء دهني completely oil زي ما حكينا هون، معناته إيش رح يسوي؟ رح يتخزن غالباً بالأنسجة الدهنية. أما إذا كان مائي متأين، معناته هو مائي، معناته ما رح يتخزن ورح يروح على الأماكن المائية. إذا هذا أول شرط، يكون اتنيناتهم مع بعض water and oil soluble، حطينا عليها. طيب نيجي لرقم 2، molecular weight less than 500 ل 600، لازم يكون وزن الجزيئي أقل من 500 ل 600. إذن هدول هم الشروط، شرطين عشان الدواء يقدر يطلع من الشعيرات الدموية ويدخل وين ما بده يروح، على مكان الهدف، على مكان ما بده يأثر هذا الدواء. واحد يكون بحب التنين دهني ومائي مع بعض، والتاني وزنه الجزيئي من 500 ل 600. هاي حطوا لي عندها مهم. إذا إيه الشروط الواجب توفرها عشان يعبر البلود كابيلاريز؟ بي، حط عليها دائرة على بي، distribution of the drug through placenta. هلأ هون الدواء بده يعبر من خلال المشيمة، عشان الدواء يطلع من الأم الحامل ويعبر المشيمة اللي محيطة بالجنين، أوكي؟ ممكن يصير ولا مش ممكن يصير؟ ليش إحنا دائماً الأم الحامل بنقولها ما تأخذ أي دواء؟ لأنه المشيمة ممكن، لأنه الدواء ممكن ينتقل من الأم للطفل عبر المشيمة. معطيك أمثلة لبعض الأدوية اللي ممكن تنتقل من الأم للطفل، زي المورفين، الهيروين، الإيثانول، النيكوتين، الباربيتيوريت والسلفوناميد. طيب نيجي لسي، سي هون الأدوية اللي بدها تعبر البلد برين بارير. يعني إيش البلد برين بارير؟ اللي هم الحاجز اللي بغلف الدماغ، مس الغلاف اللي حوالين الدماغ زي كأنه طبق الدهن، هيك بدكم تتذكروه. لهيك أي مادة بدها تعبر حطوا خط أو دائرة هون، لازم يكون هون حطوا خط غامق تحت بلد برين بارير، ولازم تكون إيش هون دائرة أويل سوليوبل، لازم يكون دهني، لأنه المثل يذيب المثل. فعشان المادة تقدر تخترق البلد برين بارير لازم يكون تركيبتها دهنية زيها، زي تركيبة الغشاء. طيب نيجي هون distribution of drugs through the tissue is depended on. هلا هون عم برجع بعيد لك نفس الكلام، إنه توزيع الدواء للأنسجة، هلا صارت لمين هون؟ للأنسجة، حطوا خط تحت كلمة تيشو، بيعتمد على شو؟ واحد واثنين، the physical and chemical properties of the drug، خصائص الدواء الفيزيائية والكيميائية، أو زي ما حكينا شخصية الدواء. some of the drugs are bound irreversibly to the protein tissue such as DDT which is bounded to protein and tetracycline is bound to the bones. هاي شايفين هاي التتراسايكلين، هاي حطوا لي عليها مربع مهم، بحكي لنا انه فعليا اول عامل بيتحكم بتوزيع الدواء وخروجه من الدم ودخوله للانسجه
الفيزيكال والكيميكال بروبرتيز للدواء. أنا صرت مفهمتكم إنه هاي الكلمة معناها شخصية الدواء. بحكي لك إنه حتى في بعض الأدوية بتحب ترتبط بالبروتينات، ومعطيك مثال لدواء اللي هو الدي دي تي، وإذا ارتبط بالبروتين بضل محجوز بالدم زي ما حكيت لك، وبطل يقدر يطلع للأنسجة. معطيك مثال تاني، الدواء اللي هو اللي اسمه تتراسايكلين، مضاد حيوي، وهذا حكينا عنه كتير وكتير مهم نحفظ اسمه. شو ماله هذا التتراسايكلين؟ بيرتبط بالعظم، فبالتالي بيرد برضه بنحبس بالعظم وما بتوزع على باقي الجسم. رقم اتنين، العامل التاني البلد سبلاي، التدفق الدموي. وحكيت لكم كل ما زاد التدفق الدموي كل ما كانت كمية الدواء اللي رح توصل أكتر. هون بحكي لنا some of the drug will get redistributed، يعني بعض الأدوية ممكن يصير لها إعادة توزيع. And it's mean that the drug has been distributed into شو؟ It will reach to the bloodstream. Then it will be distributed to other tissues. هون بحكي لك إنه في بعض الأدوية يا جماعة بتضلها تلف 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 بالجسم، حتى لو طلعت من الدم ودخلت على الأنسجة بترد بترجع للدم وبتلف وبترجع بتروح بتفوت على أنسجة تانية. Then it will affect after 30 seconds, نص minute, because it reaches to the CNS as thiobental sodium. بحكي لنا معطينا إنه مرات هاي الأدوية اللي حكيت لكم بتضلها تلف تلف، ممكن ترجع تفوت لأنسجة تانية. بقولك ممكن إنه حتى تأثيرها يكون يبدأ بعد نص دقيقة. ليه؟ لأنها رح توصل للCNS بسرعة، زي دواء اللي اسمه ثايوبنتال، وهذا دواء دهني كتير، عشان هيك بيوصل للدماغ and it will end after، ولأنه دهني كتير بفوت على الدماغ بسرعة يمس وبرجع بطلع بسرعة، لهيك فترة فعاليته بالدماغ قديش بدها تكون؟ قليلة قصيرة، لأنه فات ورد طلع، بتكون فترة فعاليته كتير ultra short، هاي بسموه نص ساعة 30 دقيقة. Because it will be concentrated in an oily tissue، ولأنه دهني وزي ما قلت لكم لف بالدم وفات على الأنسجة تاعت الدماغ وبسرعة رد بعد نص ساعة طلع من أنسجة الدماغ وراح رد لف بالجسم، لقى أنسجة دهنية، لقى دهون فات بالبطن مثلا، بشو بيروح؟ برد بفوت على هاي الدهون وممكن إيش ينحبس بهاي الدهون ويقعد جواتها. إذا it will be concentrated، راح تتركز هاي الأدوية الدهنية بالأويلي تيشو، بالأنسجة الدهنية، لأنه الدواء هو أصلا دهني، فرح يدور على الإشي اللي زيه عشان يكون معاه. Because the drug of lipophilic type loves the oil، لأنه طبيعة الدواء محب للدهن، فرح يروح يدور على الدهن ويضلوا فيه. أوكي مس، الكلام كتير عم بيعيد وبيزيد، إحنا بدنا نفهم الأفكار الرئيسية. هون النقطة الثانية اللي شرحناها إنه توزيع الدواء للأنسجة بيعتمد على عاملين، رقم واحد اللي هو الشخصية تاعت الدواء الفيزيكوكيميكال بروبريتيز of the drug، والإشي الثاني اللي هو البلد سبلاي، توزيع الدم، سوري التدفق الدموي. وحكى لك إنه بعض الأدوية بتفوت وبتضل تطلع من الجسم بسرعة. بنأشر على الثايوبنتال صوديوم، هون بنأشر على هذا الدواء وبنحفظ إنه هو بس قصته إنه هو بيدخل على الدماغ بسرعة وبيطلع من الدماغ بسرعة، فبالتالي كل فترة فعاليته بالدماغ شو بتكون؟ نص ساعة، مفعول الدواء هذا نص ساعة. أوكي، هذا دواء مهم تعرفوه، مر عليكم بالفارما حتى. هيك بنكون خلصنا بشكل أساسي اللي هي الشغلات اللي بتخص الديستريبيوشن. طيب رح نحكي هلأ عن الإكسكريشن، بس هو الأصل إنه نحكي عن الميتابوليزم قبل الإكسكريشن، فبس أشوف بالكتاب ليه حاكين بالأول عن الإكسكريشن. طيب ضمنياً رح ينشرحوا الاثنين مع بعض. إكسكريشن معناته طرح الدواء أو التخلص من الدواء. consist of two processes، شايفين حيشرحوها ضمنيا، الاكسكريشن اند ميتابوليزم.
هدول الاثنين مس متزامنات أو متلازمات مع بعض. لازم دائما الدواء يتأيض بالأول وبعدين ينطرح برا الجسم. وأنا حكيت لكم معنى يتأيض أو يصير له ميتابوليزم إنه يتحول لشكل كيميائي مائي أكتر من الشكل الأصلي تاع الدواء، عشان يسهل عملية إخراجه وطرحه مع اليورين عن طريق الكلية. طيب first the excretion بده يحكي لنا بالأول عن عملية الطرح أو الإخراج تاعت الأدوية. This is a process it's done through طرح الأدوية من الجسم بيكون يا إما عن طريق اليورينري سيستم الكتنيز عن طريق الكلى أو الجهاز البولي، وهو الميجر أورجان تو إكسكريت. هاي حطوا لي عليها مهم. لو قلت لكم إيش هو المكان الأساسي لطرح الأدوية بتقول لي مين؟ الكدني أو اليورينري سيستم. طيب جوا الكلية يا جماعة إذا بتتذكروا أنا شرحت لكم إياها بالتفصيل بالأناتومي أو بالفسيولوجي، حكينا إنه جوا الكلية في اللي هم النفرونز، والنفرونز إيش بيعملوا؟ بيعملوا عملية فلترة للدم، وأي دواء غريب أو أي مواد غريبة بيروحوا قايمينها من الدم وإيش؟ وحابسينها جوا الكلية عشان تطلع مع اليورين برا الجسم. إذا filtration of drugs by the kidneys فلترت الأدوية عن طريق الكلى وتعتمد على المولكيولر ويت حسب الوزن الجزيئي. الفلترة تعتمد على الوزن الجزيئي للدواء. reabsorption of the drug through the urinary tubules to the blood. حكيت لكم أول إشي الدم بتفلتر، بعدين بتحصل إعادة امتصاص للمواد المهمة reabsorption. إذا نحطوا خط أول إشي فلترة بعدين إعادة امتصاص، وآخر إشي بصير في عنا secretion طرح للمواد اللي ما بده إياها أكيد الجسم. إذا أول إشي فلترة، الدم بيعطي كل المركبات اللي فيه للكلية، بعدين بالريأبزوربشن بتذكر إنه لأ في مركبات الجسم محتاجها فبرجع بيعيد امتصاصها، وبعدين بعد ما يعيد الامتصاص بيكتشف إنه في شغلات أخدها زيادة عن اللزوم زيادة عن حاجته فبرجع إيش بطرحها بالكلى. إذا secretion which is carried from the blood to the urinary tubules برجع الدم آخر إشي الأشياء الزيادة للكلى. drug of active secretion هون عم بحكي لك إنه في بعض الأدوية بيحصل لها طرد نشط أو طرح نشط، يعني بنحتاج طاقة وبنحتاج كارير عشان إيش نطلعها من الجسم. معطيك الأمثلة عليها بين قوسين، هاي اللي هي إيش هون الإكسكريشن. قلنا أول طريقة بيتم طرح المركبات فيها عن طريق الجهاز البولي، أوكي بحط دائرة هون عند رقم واحد، وبعدين بنزل لرقم اثنين وبحط دائرة اللي هي هون through the gallbladder through the gallbladder. ممكن يحصل الطرح عن طريق الgallbladder. شو هي الجالبلادر؟ حكينا اسمها بالعربي كأنها الحويصلة الصفراوية. It's carried through the interohepatic circulation. هو بيحمل الجزيئات هاي تحت الدواء للدورة الدموية الكبدية، بيروح على الكبد، الدواء بيروح على الكبد. Factors that depends upon the excretion through the gallbladder. في عوامل بتسيطر على طرح الأدوية عن طريق الجالبلادر. واحد molecular weight should be very high، لازم يكون molecular weight عالي يعني مركب كبير. The chemical composition of the drug and its polarity، أكيد التركيبة الكيميائية تاعت الدواء وقطبيته. gender، تمام الجندر أو السكس يعني بيتأثر حسب إنه هذا أنثى أو ذكر. Some of the drugs that excreted through the gallbladder، معطيك أمثلة لبعض الأدوية اللي بتم طرحها بالgallbladder، ريفامبيسين، كلوميفين، كلوميد، وستيلبوستيرول. There are some of the drugs
which are stored in the gallbladder. في بعض الأدوية بتم تخزينها بالحويصلة الصفراوية. And then the activity of this drug is prolonged. وبالتالي فعالية هاي الأدوية بتطول، بتصير طويلة، لأنه زي كأنها تخزنت فصار في مخزن بالجسم لهاي الأدوية. بعدين هون بكمل لنا إنه برضو في طرح رقم 3 و4 excretion through the lungs، ممكن يكون عن طريق اللنكس، خط أو دائرة على اللنكس، وحطينا خط ودائرة على الجال بلادر وخط ودائرة على الكدني أو urinary system. ورقم 4 through saliva اللي هو عن طريق إيش؟ اللعاب. يمس، يعني إحنا بدنا نرجع نأشر على طرق الإخراج الرئيسية للدواء. حكينا واحد هون urinary system كدني، حطينا عليها دائرة. بعدين رحنا لرقم 2 جال بلادر. بعدين رحنا لرقم 3 اللي هي إيش؟ lungs. وبعدين رحنا لرقم 4 اللي هي السلايفا اللي هي عن طريق اللعاب. يتم طرح بعض أجزاء الدواء عن طريق اللعاب زي الفينيتون، سلفونامايد، فينوباربيتون، تولوبيوتاماي، ثيوفيلين، ريفامبيسين. And these drugs may have side effects in the tongue. هدول الأدوية اللي بتم طرحهم باللعاب بيأثروا على اللسان وبيغيروا طعم الأكل أحياناً عند الشخص المريض، زي مثلاً إنه الشخص بصير يحس بطعم معدني في الفم like the metallic taste. And this method is used to measure the concentration of the drugs. وأحياناً هاي الطريقة بيستخدموها ليقيسوا تركيز الدواء. The drug which is excreted through the saliva، الأدوية اللي بتكون بتنطرح باللعاب، may return to the intestine. مش الواحد بيرجع، سوري، يعني اللعاب بينزل على القناة الهضمية again، بيبلع الواحد ريقه. فبالتالي هذا اللعاب المحمل بالجزيئات الدوائية ممكن يرجع يدخل على الأمعاء then the saliva، ويرجع مرة ثانية يطلع، يصير له امتصاص ويطلع بالسلايفا again. meaning the drug is having an oral saliva circulation. فزي كأنه الدواء رح يلف ويرجع ويلف ويرجع، يطلع على الفم، ينزل على الأمعاء، يمتص الجسم، يرجع على اللعاب، بعدين يرجع على الأمعاء، بعدين يرجع على اللعاب. فهمنا؟ The excretion of the saliva depends on، طب عشان الدواء يصير له طرح عن طريق السلايفا رح يعتمد على شو؟ degree of acidity، درجة الحموضة، distribution coefficient of the drug، معامل التوزيع. خامس طريقة للطرح اللي هي excretion through the milk، ممكن بحط دائرة على الملك، يعني ممكن يطلع الدواء بالحليب، وهاي طبعا بالنسبة للأم المرضع اللي ممكن تكون ترضع البيبي، والدواء ينتقل من خلال الحليب إلى الطفل، يعني بينطرح الدواء برضو بالحليب. مثال عليها الألكوهول أند تتراسايكلين. وطبعا هذا الحكي بدنا ننتبه له إنه المفروض ما تاخد الأم الحامل تتراسايكلين، لأنها ممكن يأثر على الرضيع، لأنه التتراسايكلين ما بنعطى للأطفال ولا للرضع، لأنه بيأثر على نمو العظم والأسنان. طيب برضو رجع حكى لك شو هي العوامل اللي بتأثر على طرح الدواء بالحليب: degree of acidity، molecular weight، لازم يكون intermediate to small، يكون جزيئات صغيرة، degree of solubility of the drug in fat، قديش كمية ذوبان هذا الدواء بالدهون، excretion through the skin، هاي رقم 6، ممكن يتم طرح الدواء عن طريق الجلد، بحط خط هون ودائرة. بعدين معطيك أمثلة على الأدوية اللي ممكن تنطرح عن طريق الجلد. رقم 7، ممكن عن طريق الجاسترو انتستينال تراكت، بحط خط ودائرة. 8، جينيتال أورجانز اللي هي ممكن يتم طرح لبعض، طبعا هون أنا ليش عم بمر عليهم بسرعة، بس حطوا على سكين خط ودائرة، جاسترو انتستينال تراكت خط ودائرة، excretion through genital organs خط دائرة، إنه هدول شو هي الأماكن اللي ممكن يتم طرح الدواء عن طريقهم. وبعدين معطيك أمثلة عن الأدوية. أوكي، genital organs معناها الأعضاء التناسلية. نيجي ل اللي هو second part اللي قلت لك مترافق مع excretion اللي هو الميتابوليزم الأيض. شو نيجي للتعريف؟ هذا التعريف بحط عليه بوكس ومهم. هو قلت لكم changing of the drug into another chemical form أو conversion of the drug to more water soluble form، يعني بدي أحول التركيب الكيميائي للدواء لشكل مائي أكتر من الشكل الأصلي تاع الدواء. حطينا خط على التعريف.
طيب ليش أنا بعمل ميتابوليزم للدواء؟ قلت لكم عشان أحضره، أخلي أول إشي أول هدف للميتابوليزم إني أعمل له ستوب للأكتيفيتي، أطفيه، يبطل فيه إله أي فعالية أو أي شغل. هاي واحد. اتنين، أحضر الدواء لشكل مائي أكتر بحيث إنه يسهل طرحه مع اليورين، لأن اليورين مي، فالدواء لما يصير طبيعته مائية حيصير يحب يطلع مع المي، وبالتالي بسهل على الجسم طرح هذا الدواء. إذا change the drug to another form، الهدف من عمليات الآي تغيير الدواء لشكل تاني less active، يكون أقل نشاطا، or more capable to be excreted. more capable to be excreted يعني إله القدرة إنه يتم طرحه من الجسم. أنا حكيت لكم اكتبوا بين قوسين hydrophilic، بحوله لشكل محب للماء. طيب احيانا معطيكم امثله كيف اللي هي الادويه هدول كيف بتم تحويلهم. ميكانيزم اند ذا بليسز وير ميتابوليزم از كارد، وين الاماكن اللي بيحصل فيها الميتابوليزم. مثلا عينوا عليها وافهموا معي، حطوا مربع على الميتابوليزم، وهسه بدنا نعدد الاماكن اللي بصير فيها ميتابوليزم. لاحظوا احنا عددنا قبل شوي، يعني اللي عددناهم قبل شوي ما بدي اياكم تحفظوهم الادويه وين كل واحد بصير لها اكسكريشن، لا بدنا نحفظ الاماكن بشكل رئيسي تاعت الاكسكريشن الطرح، الجزء اللي قبل هذا شرحناه. هلا بدي احفظ الاماكن اللي بصير فيها الميتابوليزم، وين الاماكن اللي بصير فيها ايض للادويه. بدي احط دائره وخط، واحد ليفر، الكبد وهو العضو الرئيسي المسؤول عن الميتابوليزم. انا قبل شوي سالتكم قلت لكم اشرو شو المكان الرئيسي للاكسكريشن، وين هو العضو الرئيسي المسؤول عن طرح المركبات من الجسم؟ الكلى. وهون مين هو العضو الرئيسي المسؤول للميتابوليزم؟ بتقول لي الليفر. فهون هاي مهم، هذا السطر ركزوا لي عليه، حطوا دائرة على الليفر، وهون خطين تحت كلمة major center of metabolism، يعني هو المكان أو المركز الرئيسي لعمليات الأيض. And inside this organ is carried more than 90% of the metabolism process، وجوه الكبد بيحصل أكثر من 90% من عمليات الأيض. السبب لأنه الكبد بيحتوي على عدد كبير من الأنزيمات، هي آخر كلمة، great amount of enzymes. طيب هاي اول سايت لمين؟ للدرج ميتابوليزم. نيجي لرقم 2 3 4 5، شو هم الاماكن الثانيه اللي ممكن يحصل فيهم ايض؟ There are some drugs are metabolized in the GIT، بحط دائره على كلمه GIT، where in the membrane of the GIT which contains enzymes such as aspirin, testosterone, isoprenaline. يعني ممكن برضو يتم تأييد بعض الأدوية في القناة الهضمية، معطيك أمثلة عليهم. رقم 4، ممكن تحصل عمليات الأيض بفعل بكتيريا، ها بحط عليها خط هي هون ودائرة، ومعطيك الأمثلة على الأدوية اللي ممكن تتأيد بفعل البكتيريا. رقم 4، ممكن يحصل الأيض للأدوية في الدم، إذا بحط خط ودائرة للدم. هدول مس بدنا نركز عليهم، وين أماكن الميتابوليزم، وين الأعضاء أو الأماكن اللي بيحصل فيها الأيض، وين الأماكن اللي بيحصل فيها الطرح. قبل شوي عددنا الطرح، هسه عم بنحقق بنعدد الميتابوليزم الأيض. آخر وحدة رقم 5، ميتابوليزم إن لانجز. لانجز مشتركة بين الميتابوليزم وبين الإكسكريشن. أوكي، as it occurs for prostaglandins. طيب metabolic reactions، التفاعلات الأيضية نوعين، يا أما constructive بسموها constant، أو non-constructive primary. تصنيفين. example of non-constructive reaction، وهون بدنا نكتب مهم، ها من هون من عند هذا المقطع، إنه التفاعلات الأيضية نوعين constructive و non-constructive. مين هم من non-constructive؟ الأكسدة، الاختزال reduction، والهيدروليسيس التحلل المائي. ماشي مس؟
مع أمثلتهم. Most of the drug which had non-constructive reaction will be reacted by constructive reaction. يعني هون بدي منكم شغلة، شايفين non-constructive reaction جنبها هون، اكتبوا لي phase 1 metabolism. Phase PHASE 1 metabolism. يعني احنا بدنا نقسم عمليات الأيض لقسمين 1 و 2. 1 non-constructive و 2 constructive. هاي مهمة كتير، اكتبوا عندها مهم لأنه رح نجيبها بالامتحان، رح نسأل عنها. شو هي التفاعلات الأيضية اللي بعتبرها non-constructive واكتبوا جنبها هون phase 1 metabolism؟ أكسدة واختزال وتفكك مائي. طيب مين هم الكونستركتيف؟ يعني كيف بدي أنا عشان تميزوهم؟ شايفين هون نون كونستركتيف رياكشن، حطوا عليها غيمة، غيمة هيك مدورة، وبعدين حطوا صح عند واحد، صح عند اثنين، صح عند ثلاثة. إذا كم نوع للنون كونستركتيف؟ ثلاثة. بعدين هون شايفين هاي بحط الغيمة الثانية اللي مضللة اللي هي الكونستركتيف رياكشن، لا سوري مش هون، هيها النوع الثاني الكونستركتيف، بحط عليها غيمة، ماشي يا مس. وبعدين هون بكتب تعريفها، مين هم؟ will bind to glucuronic acid، هذا النوع الثاني. شايفين هون بتحطوا خط. طب هون جنب الكونستركتيف رياكشن طلعي سهم واكتبوا phase 2 metabolism، النوع الثاني من الميتابوليزم. ضروري اربط الكونستركتيف بفيز 2 والنون كونستركتيف فيز 1. اذا هون اكتبوا طلعوا سهم، شو بدي اسميه؟ فيز 2 ميتابوليزم. مين هو؟ كلمه الكونجوجيشن يا مس، زيدوا عندها كلمه يساوي كونجوجيشن، تنكتب CONJUGATION. هاي مهم، هذا بيجي بالشامل. طيب factors which depends upon its metabolism، أول شيء شو هي العوامل اللي بتأثر على عمليات أيض الأدوية؟ مكان الميتابوليزم، places of metabolism، patient's health status، حالة المريض الصحية، personal differences، الاختلافات الفردية، presence of other drugs، وجود أدوية تانية، إنه المريض بياخد أكتر من دواء، لأنه ممكن بعض الأدوية تحفز الكبد وأنزيماته لأنه يعملوا عمليات أيض، وممكن أدوية تعمل العكس تثبط الكبد وأنزيماته. factors that depends on the length of time of activity، يعني عوامل بتأثر على فترة فعالية أو طول فترة فعالية الدواء. To through with the type of metabolism and excretion. طبعا الدواء ما بينتهي مفعوله يا مس إلا بعد ما يتأيض، فحسب نوع التفاعل الأيضي اللي راح يصير عليه، لأنه متى ما صارت عليه التفاعل الأيضي أو متى ما تأيض الدواء معناته هو جاهز لطرحه برا الجسم. والعامل الثاني اللي هو redistribution، هل فعليا الدواء هذا صار مائي كفاية بحيث إني أقنعه يطلع مع البول مع اليورين، ولا هو ما تعدل وتأيض بتركيبته الكيميائية بكفاية يعني، وبعده بحب الدهون، فبالتالي رجع صار له إعادة امتصاص ورجع من الكلية لمجرى الدم. معطينا مثال هون الباربيتوريت has a very short time effect، دواء الباربيتوريت فترة فعاليته قصيرة. Where the activity is ended fast because of redistribution، لأنه هذا الدواء بيحصل له إعادة توزيع، تمام؟ فبيفوت على الدماغ وبيطلع بسرعة لأنه إيش؟ بيحصل له redistribution. بعدين آخر شيء هون اللي هي الرسمة هاي pharmacokinetics overview، يعني بيعطيكم مختصر موضوع الكاينتيك. لاحظوا إنه هون dose of the drug administered، طريقة إعطاء الدواء، وين ما أعطيت الدواء لازم أول شيء يحصل له absorption، يحصل له absorption يعني الدواء يصير وين؟ بالsystemic circulation، يصير موجود بمجرى الدم. متى ما دخل الدواء على مجرى الدم رح يبلش يصير في عنا distribution،
توزيع، يعني الدواء رح يروح على الأنسجة ورح يصير برضو مباشرة drug concentration at site of action، الدواء رح يوصل للهدف تاعته أو أماكن عمله، والدراج كونسنتريشن برضه ممكن يضل جزء من الدواء طالع على الكبد أو على الكلية ومنطرح برا الجسم، يعني ممكن برضه يحصل له اكسكريشن. لاحظوا هاي الرسمة بتجمع اللي هي عمليات الكايناتيك الأربعة absorption, distribution, elimination وميتابوليزم. طبعا لما يوصل هون بحكي لك الدواء لما يوصل بتركيزه الصحيح على مكان شغله رح يبلش يظهر له فعالية دوائية، رح يبلش هون الدواء يأثر على الجسم. وهون بنكون دخلنا بالبارت الثاني اللي حكيت لكم عنه في أول جزء شرحته لهذا الشابتر، قلت لكم أي دواء بهمنا فيه نوع قسمين، الكاينتيك حركية الدواء، قلت لكم هو تأثير البادي اون دراب، والدايناميك اللي هو تأثير الدواء on the body، drug on the body، هون body on the drug، هون drug on the body، عكس بعض. وهون فعليا اللي هي الفارماكولوجي، الدواء هذا فعليا أنا أخذته، شو مفعول الدواء؟ clinical response، فبالتالي يا إما بيعطيني استجابة علاجية ويصير فعال، أو يكون ممكن تركيزه زيادة ويكون سام. هذا مختصر مفيد ل الكايناتيك والدايناميك. هون بحكي لنا the actions of the body on the drug are called pharmacokinetic process، وهي المعلومة مهمة، اكتبوا جنبها مهمة، pharmacokinetic process govern the absorption, distribution, elimination of drugs، وحكيناها هاي انها الكايناتيك اربع شغلات، هون ناسين الميتابوليزم. learning pharmacokinetics of is of great practical importance، انه احنا نتعلم هاي الامور اشي مهم، لأنه بيساعدنا بأنه نختار importance and choice of administration of particular drug، كيف إحنا من نعطي دواء معين لمريض معين one with impaired renal function، بالذات إذا كان المريض بيعاني من أمراض كلوية. فبتركزوا تقريبا اللي حكيناه كله، بعرف في حكي كتير وفي عوامل كتير وفي أدوية كتير مذكورين ما بنركز عليهم كتير، بنركز على التعريف ومنركز على الشغلات اللي حددناهم مع بعض، ومنميز وين الأماكن اللي بصير فيها الإكسكريشن، وين الأعضاء اللي بصير فيها الميتابوليزم، وإيش هي تفاعلات الميتابوليزم.